بتنطلق النهاردة فعاليات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات، واللي بتنظمه جامعة الجلالة تحت رعاية كامل الوزير وزير النقل ودكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وبيأتي المؤتمر بمشاركة عدد من وزراء النقل وممثلين تجاريين للدول المطلة على ساحل البحر الأحمر ورؤساء موانئ وشركات عاملة في قطاع النقل البحري. طبعا هو الموضوع مهم والتفاصيل عنه خلونا نعرف أكتر عن الفعاليات من خلال زميلنا علي عامر موجود من مقر انعقاد المؤتمر. علي بصبح عليك وقول لي ازاي ممكن الدنيا بتكون ماشية عندك وازاي يتم تحقيق أقصى استفادة على هذا المستوى اللوجستي. مرحبا بك يا سامي ومرحبا بكل السادة المشاهدين وصبح عليهم طبعا بيوم جديد مع بداية النسخة الأولى لمؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات. في النسخة الأولى بيحضرها عدد كبير من المسلمين، وأنا أثير إعجاب في المؤتمر إن هو تنوع مش تمثيل رسمي فقط، ولكن في ممثلين تجاريين للدول المطلة على ساحل البحر الأحمر، في رؤساء للموانئ، شركات عامله في قطاع النقل البحري. ده بيخلينا يعني نتكلم عن هيبقى في جدا لما نوصل لنقطه التوصيات، وجود رسمي مع وجود عدد من الممثلين في قطاع الاعمال، ده هيخلينا نتوقع وجود عدد من الاتفاقيات تصير ابشر لتنفيذ التوصيات ووضعها في قنوات التنفيذ بشكل مباشر. مش عايزين نبدا الاحداث ونرجع على طول يعني نتكلم عن التوصيات في بدايه كلامنا، لكن خلينا نتكلم عن وجودنا في هذه اللحظه دي بتبدا اولى الجلسات اللي نقدر نقول الجلسه الافتتاحيه. الجلسه الافتتاحيه دلوقتي بيحضرها وزير النقل والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار وزير النقل الطريق كامل الوزير، عدد من المسؤولين قطاع النقل البحري واللوجستيات، وعدد من رؤساء الموانئ، وكمان ممثلين تجاريين عن عدد من الدول سواء كانت دول عربيه او افريقيه. لو هنتكلم عن المؤتمر بيهدف لايه بشكل عام، المؤتمر بيهدف للدعم. الدعم بست صوره لقطاع النقل البحري. هنتكلم عن ان هو بيحاول بشكل عام ان هو يسلط الضوء على اهم النقط واهم المناطق الاقتصاديه ويحاول يجذب بيها الاستثمارات المختلفه. بيحاول بشكل كبير تنميه النقل والتامين البحري، نتكلم عن امكانيه دعم وتطوير النقل البحري. وكمان لو هنتكلم احنا موجودين في مصر، طبيعي جدا ان احنا نتكلم عن دور قناه السويس ودعمها لحركه السفن، يعني مدى تدفق السفن سواء من الناحيه الاقليميه او من الناحيه العالميه.